يا أبا الفاضل، يا أبا الفاضل، يا أبا الفضل، أسمع العباس ينادي يا هلا بهاي الضيوف. هاي الأبيات شفتها مكتوبة على مضيف أبي الفضل العباس، الله يرزقنا وإياكم زيارة أبي الفضل. يقول أسمع العباس ينادي يا هلا بهاي الضيوف، شلون أدي هالتحية وأنا مقطوع الجفوف؟ يا خوي حسين زواري لفوا من ساير البلاد، شلون اقدر بلا شفه اضمهم خويا بالاحمر؟ يا خوي حسين اترجاك رجع لي شفه، وبالراحه يا بعد الروح شيل السهم، أريد أنظر لزواري وأشوف شلون تبكيني، وأقضي حاجة المحتاج بإذن الواحد الديان. إذا تقدر تشرفني إلى قبري يا نور النور، الله يحفظك يا علي الكرباني. أويلي إذا تقدر تشرفني إلى قبري يا نور النور، زينب لا تجي وياك وحق ظل عمك المكسور. خايف ابو فاضل على قلب العقيلة زينب. ويلي اذا تقدر تشرفني الى قبري يا نور النور، زينب لا تجي وياك وحق ظل عمك المكسور. أخاف تشوفني وتسأل عن وعد بشهر، وانا منها ومن سكينة يا خويا وش كثر خجلة. تقدر تسمع جواب الحسين؟ قال لو اقدر زحف جيتك بس اعذرني يا عباس، كفايه السهم المثلث خمد مني الانفاس. لو اقدر زحف جيتك بس اعذرني يا عباس، كفاية السهم المثلث خمد مني الأنفاس. وإذا راسك يا خويا انصاب أنا جثة، من الرض لاصق بصدري رضيع اللي ذبح عطشا. وإذا خجلان من زينب، زينب بعد خجلان كف. وإذا خجلان من زينب، زينب بعد خجلان، سباها الطاغية للشام وغصب دخلها ديوانة، وما معيونها راسي ظل كسر أسنانه. ورقية شبكت على الراس وماتت خويا بالحرمان.